السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. اليوم غادي نصاوب معكم واحد الحاجة زوينة، واحد جوج تورتات بالديسير وبمذاقين مختلفين، أيضا مقادير اقتصادية صوبوهم هكا للفطور. فابقوا معايا حتى لآخر الفيديو، ما تنساوش اللايك واشتراك إلى عجبكم محتوى القناة. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو بيضة واحدة، غادي نضيف ليها بالنسبة للسكر سنيدة، هنا نردو البال ما نكتروش باش ما يجيناش ما تفيض ليناش بهذا المعنى. هذا ندير جوج معلقات فقط، رشه ديال الفاني اولا مسحوق الفاني. كيف ما يمكن ديروا كيس من هذاك الكيس ديال سكر فاني، هنايا ثلث كاس ديال اتاي ديال الزيت اولا 25 مللتر اولا 3 المعالق كبار، نفس القياس ديال الحليب. غادي نخلط مزيان المقادير اللي هنا بسيطه بزاف، لان هاد المول اللي شفتو عندي هما صغارين وبغيت ندير جوج مختلفين. بالنسبه للخميره ديال الحلوه غادي ندير غير شويه، يعني غير واحد القريصه صغيره ما بغيتهاش تنفخلي. وبالنسبه للدقيق غادي ندير 3 ديال المعالق، وانا كنخلط وانا كنشوف خلط مزيان. كيف ما قلت لكم هذه كتجينا واحد الطبقه في التحت بحال الجينواز، وغادي نزيد عليها جوج ديال الطبقات اخرين. فبقوا معايا حتى الاخير باش تشوفوا هاد جوج ديال التورتات اللي غادي نصاوبو بمذاقين كما قلت لكم مختلفين، وايضا كيجيو لذاذ وبنان وساهلين. هنا هاد المول ديالي دهنته بالزبده، وايضا هذا واحد اخر غادي نصاوب جوج. بالنسبه لهاد العجينه او لهاد السائل ديال الفاني ما بغيتوش يجيني غليظ، لان غندير فيه فوق منه جوج طبقات اخرين ديال الكريمه والفواكه. فغادي نحاول ندير غير شويه، ما نديرش كاع هاد الخليط كله، ما بغيتهاش تنفخ ليا، بغيتها تجيني في الشكل ديال الجينواز. صافي غادي نحاول نوصلها كاع لهاد الجوانب كلهم، غير تغطاو ما تبان ليناش ديك الحديده. صافي يعني ما نديروهاش غليظه. وبالنسبه لهاد الشويه اللي بقى غنزيد عليه مقادير اخرين. نفس ضفت هنا بيضه، رشيشه ديال الفاني، ايضا بالنسبه للسكر ضفت جوج معالق كاكاو، واحد شويه بحال جوج معالق ونص، واحد الكيس ديال الكاكاو، هذه بغينا نديروها بالمذاق ديال الكاكاو والكراميل، واحد شويه حتى هي الخميره ديال الحلوه. الا لاحظتوا ما درتش الحليب، لان كنبقى عندي شويه ديال الخليط، وايضا هذا الخليط هذا غادي يعني خليط كامل بحال الاول، وفيه شويه من الخليط الاخر. هذه غادي تجينا عاليه شويه على الاخرى، لان هي بغيت ندير فوقها غير طبقه واحده. والدقيق دائما جوج معالق ثلاثه، يعني الرابعه كتكون هكا، اما كنضيفوها اما كنضيفو شويه منها. صافي غادي نديرهم وندخلهم للفران. درجه الحراره 125 اولا عفوا 175، المده 25 دقيقه من بعد ما طابو هما هادو، اولا الفران ديال الغاز عافيه مهيله بزاف. وهنايا خديت السيترو ديال الحليب، ضفت ليه جوج معالق ديال السكر سنيده، كيبقى دائما السكر حسب الذوق. هنا بغيت ندير الطبقه الاولى لهذيك الكيكه ديال الفاني اولا ديك التورته الفاني، 3 المعالق ديال النشا اولا مايزينا، نخلطهم مزيان ونغليهم كما القاعده، ونتلاقاو باش غادي نديرهم فوق الشكل الاول اللي هو هذا. شوفوا راه رقيقه هذه ديالي، بغيتها تجيني كما قلت لكم شكل الجينوازه. صدقوني الا جربتوها ممكن تجمعوا كاع هذا الخليط كله من هذه المقادير، ديروه عفوا مول كبير، وغادي تجيكم واحد الحجم عائلي ولكن شكل واحد، وتزينوها باش ما بغيتو. بالنسبه لهاد الثانيه هذه بعد ما غادي نخلي الخليط ديال الاولى يرتاح ويشد ليا فراس ويعقد، هذه خديت واحد ثلاثه ديال الموزات اولا ثلاثه ديال البنانات متوسطين، كيف ما يمكن ديروا جوج كبار وستفتو فوق منهم هكا. هنا رشيت عليه شويه ديال العصير ديال البرتقال باش ما يكحلش، كتعرفوا دائما البنان اولا التفاح كيتاكسدو كيتبدل لهم اللون ديالهم. غادي نستف كل شيء هذه الطريقه، الحاجه اللي بغيتو حتى لو بغيتو فاكهه اخرى اولا مكسرات بحال التمر والكركاع ولا، المهم كديروا داكشي اللي بغيتو. انا درتها لكم هنا بالبنان، وغادي نضيف ليها هنا العصير ديال جوج ليمونات اولا برتقالات، حنا كنقولوا الليمون يعني الليمون الكبير، ونضيف ليه الكيس ديال فلو كراميل، ونضيف حتى شويه السكر لان هذا كيف ما كتشوفوا راه ما فيهش السكر، ونخلطو مزيان حتى غادي يعني هذا الخليط هذا نديروه بارد ونديروا فيه هذاك الكيس ديال الفلو، ونخلطوه مزيان حتى يمتزج لينا هذاك المسحوق ديال الفلو بحال الشكل هذا، عطانا هذا اللون ديال الكراميل. وغادي نديرو فوق البوطه بعد ما غلى مزيان، وصافي غادي نديرو فوق منه، نحاول هكا داك البنان كله من الفوق نغطيه هكا باش ما يتاكسدش ويتبدل ليه اللون ديالو ويولي كحل. نحاول نغطي كل شيء، راه غادي تشرب يعني هي تجي بحال شكل الجينواز، غادي تشرب هذا السائل ديال الفلو، وايضا ديك الطبقه غادي تجمع وتعقد من الفوق ديال هاد الفاكهه هذه ديال البنان وفوق هاد التورته ديالنا. صافي غادي نردها، نحاول هاد الاماكن اللي خارجين نغطيهم كما قلت لكم باش حتى ما كان ما يجينيش مأكسد اولا كحل. وصافي غادي ندخلها للثلاجه وندوزو نكملو التزيين ديال هاد الاخرى هذه.
بالنسبة لهادي هنا غادي ندير فيها، كديروا على حسب الموجود. الا عندكم الفريز دائما كيعطي واحد اللون احمر وهو كيكون منعش وزوين، ولا هكا الكيوي اولا الاناناس، المهم اي حاجة عندكم كتستفاد بهذه الطريقة هذه، كيبقاو هذا الاختيار ديال الفواكه اي حاجة موجودة. هنا درت انا التفاح ودرت الكيوي. بالنسبة للتفاح درته دائما في واحد المعلقة ديال العصير ديال البرتقال، باش هكا كما قلت لكم ما يتبدلش اللون ديالو. نفس الكسرونة غادي ندير جوج هذا عصير ديال جوج برتقالات وصفيتها، يعني ضروري تدوزها في الصفاي باش ما يبقاش دوك الجلوف ديالها هكا وتعطينا منظر اللي هو مزوينش. هنا كيس ديال الفلو ديال البنان باش تعطيني داك اللون اللي يكون مفتوح في اللون ديال البرتقال ما يتبدلش اللون ديالو. من بعد ما غليته حتى هو كنحاول نغطيها كلها. صدقوني راه هاد الفلو هذا اللي كنحطو مع البرتقال وسخون راه كتمتص هذيك العجينه اولا داك الكيكه اللي درنا من التحت، ديك الطبقه ديال الكيك كتمتص وكتجيب ملي صافي كتبرد وكتقطعها كتجي بحال الجينواز. صافي غادي نحاول هاد الكميه كلها نحطها فيها، وحتى هي غادي ندخلها للثلاجه تبرد. يعني ضروري ديروها تبرد هنا، راه واحد الوقيته قبل المغرب يعني قريبه المغرب تبدل. صافي ملي غادي تبرد ان شاء الله غادي يجي الشكل ديالهم عليها كامل اللي حيدته من هذاك المول. هذا هو الشكل ديالهم. هذه فيها جوج ديال الطبقات، طبقه ديال الكيك اللي فيها المذاق ديال الفاني، وايضا طبقه ديال المايزينا ورشه الفاني حتى هي، والطبقه ديال الفواكه مع عصير البرتقال مع الفلو. غادي نقطع لكم واحد شويه تشوفوا الطبقه التحتانيه دايره بحال الجينواز، يعني لذيذه وايضا خفيفه وسهله. انتم شطور اقتصاديه بالنسبه للفواكه، اي حاجه كاينه عندكم كديروها، انتم كتجي على هذا الشكل هذا. حاولوا ديروها رقيقه هكا باش ما تجيناش واحد الطبقه اللي هي غليظه ديال الكيك، وكيكونوا باينين هاد الفواكه ولا هاد الديسير يكونوا باينين فيها. غادي نقطع معكم حتى هذيك الاخرى ديال البنان والمذاق ديال الكراميل اولا الفلو ديال الكراميل باش تشوفوا الشكل ديالها هي، لان درناها غليظه شويه حيت بغيت ندير لها غير هذيك الطبقه ديال البنان وديال الفلو. الى بقيتوا معايا حتى لهاد اللحظه هذه ما تنساوش ديروا لي لايك وتشجعوني دائما. غادي نبقى نحط لكم الى بغيتوا هاد الايام فيديوهات على الحلويات ديال العيد، فإلا بغيتوها كتبوا لي في التعليق. ان شاء الله مره مره نشارك معكم حلوه سهله هكا واقتصاديه للعيد باش هكا كلشي يستافد. هذه هي النوع الاخر، شوفوا حتى هذه كتجي رائعه وكتجي هشيشه كما قلت لكم كتجي بحال الشكل ديال الجنواز بلا ما نسقيوها غير بهذوك الكريمات، كتولي كتسقى بوحدها وخفيفه ايضا. انا غنحلها معكم. هنا البنات راه صافي ودنات المغرب، يعني جبتها من الثلاجه تقريبا كدوز غير واحد نص ساعه ولا غير باش تبرد، راه دغيا كتجمد ولكن خصها تبرد شويه تحيد من هذاك السخونيه ديال هذوك الكريمات اللي طيبنا. هادو هما التورته ديالي اولا هاد الكيكات ديالي بالفواكه. نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيوهم مع الاحباب والعائله ودعموني باللايكات ديالكم. وصلنا لنهايه الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.